لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، معتو بكوي أو أيتما تهتنمي شعبان السكيني يلي فرميت عليه الصلاة والسلام عباده بالقلو هدق حكينا لساي كاي صحابة كاوتونها عباده هدما السوق تنهتنا لساي صلف الصالح كاوتون عباده الدم السوكين الساي وهكا كنمي رمضان فوحة ماتين السكيني مسبتها من قصم الدبك يلي فرميت عليه الصلاة والسلام. أسامة بن زيد رضي الله عنه يلي فرميت عليه الصلاة والسلام باهين حديث إمام النسائي سنن السورة للبيهن الإيما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصومه من شهر شعبان. يلي فرمويتو كردم الستة أصومه كو مبلا شعبان بتهجدي صومك شعبان كيانا هني لمي رمضان باهو كني أفرا رمضان باهو إيانا صوم باهو إيه مريكاتون هني صوم باهي إيه مرياني لحاجات كيانا كالي برسين تحتني نلاي عرب فالشعبان ملعكا كهبه بينمي لتفرق العرب في الشعاب إما لطلب الماء أو لكونهم يخافون بعضهم من بعض. نعم ما مختوكتينا هي شعبانك كهيين بكر رويت الدروي من حقيات ما تسوي حقيات اللي ما تهني كليلة قرانها يتفرقون في الشعاب دور التيك ونحكادو ليلة ثانية تنروح اكيتا كنيني أمام مري أمام كدو اسيليه غمير كاين اكيتا اختينيه وهو سبتها بربر سمانة من سبتها شعبان كاكيين أولنا هنا ما يكادو محرم السوانه هني وكا ألسي شهر الحرام يعني إت الدعاء لسكويتا من سبتها شعبان حول هنيه من الدروس وتهتنيه تن حرب الت أدور تنه قندرو بسواهنيه مركا أمان نمو دفاع فنحكيني أكيد أكيد وأنا اللي مي شهر شعبان كاكي يعني يلي فرميت عليه الصلاة والسلام منجي هسومه كوما بلا شعبان أتمنى تهجد سومه كو جرس طبه كوما بلا يعني هني وكا قال ذاك شهر تغفل الناس فيه بين رجب ورمضان وحكاك النمي يلي فرميت عليه الصلاة والسلام سنان منجي هدقر حتاه تنلسا رجب كي رمضان فنت يماتيه رجب شهر الحرام اي رمضان يماتيه نيه وبكاء شهر الصوموي تنم ملسك فنتا سنان قر حتاه ايه شهر الحرام كي شهر الصوم فنت رمضان فنت يماتيه نيه وبكاء سينان كاي عبادة قرحتا من سبتها أنو قرحتا ومفردين تا هي أنا ما سوما كهي مقيمي هي اللي فرمويت عليه الصلاة والسلام أها إنك هاي تو السببا نميه تو السببها قال: وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين يلا لك لي تامفا يلا فنهد تبعيحت نهتان ألساه وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم يلا فنهتاميو قردحت نهتان وكا أنو سوم السبان كحيو يلي فرميت عليه الصلاة والسلام أحاديث كينا ماما إيتان بوليم نبي عليه الصلاة والسلام سوما كهبق سجمي شعبان الدروس سوما كهبق سجمي نماما ما يوارسه إنك هايته سنان قفلات كي غرح كدت نهتان الدروي أنو غرحته ومفردين تغيري مري غرحته ما هي يعني ماي كاكتا يتحتان صحابة كي كادو كاكتا إيها إنهم مؤمنين كنهم مرا إدي غرحته ويتان فردين تحت نهتان ألسي يعني ما نمي هايته تام يلا فنهد تبعه تنهتان ألساي ويلا فنه تبعه تنهت وبكاء صوم السقاق قديه يلي فرميت عليه الصلاة والسلام تها علة منصوصة إيا العلماء نص يلي فرميت عليه الصلاة والسلام ورسيه نهي النام سببه وهو كله من قوه تنهت أسباب تنيه انت علماء إنك هاي تهر مضايا ما تهنيه وبكاء صوم بسقاه نهي مري ورمضان كم متعب ساي وانا لميك تدريب ألسا إيا ورمضان فوحتا إذا تعبوا أنا قديه أبا أنا هني هن على سكيني أولنا هنا ما يكادوا نافلة دائما أجلس قرعة تحت نمي وقت كفل فرد كفت ما تهتنيه تان نافلة تاي أولنا هنا ما يحقل تحت نيه تان نافلة تاي تاكم يهتنيه تا وكا رمضان بلك شعبان سوم أبا سوغا هني هن مري كأنه رمضان كفتا سني أبا محيلة مراهي نمي آيته كاتو سوغا بكار هني هن وكا شوال لحي حق لسانه فوحت سومك هيي ادري سومك هيي هنهني وكا
دوبك رمضان هلا يعبده هنيه مرمى كانيا منغو هنيه درو عبادك كاستمر يكني قديه هي انس بن مالك رضي الله عنه قال يلي فرميتك عليه الصلاه والسلام باهنيه حديث اليما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ولا يفطر حتى نقول ما في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفطر هذا العام يلي فرميتك عليه الصلاه والسلام قدم صوم كينه صوم مغو كينه حسن يلي فرموت يفطرين فرحمان ان دحا ان فنها صوم سوك النبي عليه الصلاه والسلام وان يفطر الدروتين كاوتنها افطرك ينه فلا يصوم صوم بخمن انه منغهن هن الدروتوي حتى نقول ما في نفسه عليه الصلاه والسلام ان يصوم هذا العام حسن يلي فرموت عليه الصلاه والسلام صوم فرحمان ان دحا ان فنها كاوتن افطرك يلي فرموت عليه الصلاه والسلام وكان أهو الشاهد تكلمات حديثكي وكان أحب الصوم إليه صلى الله عليه وسلم في شعبان رواه الإمام أحمد ألسق من الصوم الدك حنو كينيه يديس من فرق كينيمي شعبان ألسقتينيه إيه رمضان فوحة رمضان باه وصوم باه كنحن ألسقا تو ألسق حنو كينيه يلي فرميت عليه الصلاة والسلام من قم اللي دحرسه كينيمي سبتها كيكبي للنبي عليه الصلاة والسلام إن كي هفتورك ماننا إيان حده بخهين عائشة رضي الله عنها يلي فرميتك عليه الصلاة والسلام بحيثان داقو إنتما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر يلي فرمي صوم بكينيه إنت يفطره ما ينتهى الجيرة إن دحا إن نفنا ويفطر حتى نقول لا يصوم تهجر كاو سوم بوهمين ان دحنا فنها فتره السوكين هي اللي فرميت عليه الصلاه والسلام وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل صيام شهر قط الا شهر رمضان هل سكامل الصوم احكام بل انت رمضان السيك حكويتك وما رايته في شهر اكثر منه صياما منه في شعبان شعبان قد ادي صومه هني ان على صايم بل دو دسها مكاي رمضان كاكوبلي قدم يا مكه صوم دي مكه السكاي شعبان كاكوبليه انتهي بخاري كمسلم بحثت نهتن حديثي أهم أهما بخاري كمسلم لفظ تكا إمام النسائي كتر مذي اللفظ يلي فرميتك عليه الصلاة والسلام بحثتن داقو الاسم تنكادو قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان يلي فرميتا شعبان قد أصومه الدبل السميو انت كان يصومه إلا قليلا دقو وقت أكوية هيتكي صوم السواكينه بل كان يصومه كله انكي اصوم كينك كهكا حبا كين مري اهما اوريسلو غتاريغه واهني هي مري انكي دودسي يكلي او نهن ما يتعارض ان يكلم بهتا ان كايتو حديث لي بخاري كي مسلم لفظ ما رايته استكمل صيام شهر قط الا رمضان انت سال سدودس حكام بل رمضان تك حكويتك اكلي بل كان يصومه كله ترمذي كي رسائل لفظ لي إن كنا دودسها كنا هي كاك حبال لقمان إنا إنتي تهمو قريش كروات اللي تنه تنه ناي وسم منكه إيانا ما دقو مك حبيني هي نحاق ديكي إلغاء الكسري إيانا أو نهن ما جبر الكسري لغة العرب التمر ديكه تنه مي دقو رعتكي دودسها دقو مفقح تكي كالها نهنيني تهمو دقو وقت راع كنا من سبتها دودسها كنا كحبك حبك كنا ملي أكه انتمي دقوم حبكين ميت همو قريش من جهر وات اللي تميته تنهتن نختنه أم سلمة رضي الله عنها قال يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام كي لا قبات تنهت وكاش عبان حدول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان يلي فرمويت عليه الصلاة والسلام نمال سئيت تكتسه سوبح كامبليو شعبان كي رمضان تك حكويتك شعبان كاي تحبكين تهكا صنة تختنه دوت سخمان الناي لكن سوم قدم الدائم قوكين ونهن ما رمضان تككي وسوق كينان جدي سدوي يكك أو نهن ما لبطن كي سقال يككي تون الجفوس كين النبي عليه الصلاة والسلام تهما حديثك بيننا نحن الحكمة فاصليك بدر سيني باهن إن شاء الله هاي وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.